لم تمر احتفالات عيد الشباب لهذا العام من دون التفاتة ملكية إلى الرعيل الأول في الفن وفي الثقافة وفي الرياضة، جلالة الملك وشح فنانين من قيمة غيث بن عبد السلام ومصطفى الدرقاوي وفؤاد الزبادي وعبد المنعم الجامعي والراحل الموحى والحسين شيبان وعبد العزيز الطاهري أحد مؤسسي جيل جلالة والكاتب الراحل مصطفى المسناوي، هي إشارة عرفان ملكي بما قدمه هؤلاء تطويرا للفن وللثقافة في ذكرى ميلاد جلالته. نتمنى أني قدر ما زال نعطي واحد الفيلم ولا جوج. في الواقع ما عنديش الكلام الكافي بهذه الفرحة وهذا الشرف العظيم، زعما يعني جو سوي بيردو جو سوي ترونسبورتي دو جوا، يعني الفرحة ما تقدنيش نهائيا، لأن هذا ما تنعتبروش شرف غير ليا أنا، تنعتبرو تنويه للفيلم. التفاتة المولوية هي في الحقيقة واحد التاج أو واحد اللؤلؤة في تاج اللي صبحينا الزينو اليوم كنا فوق رؤوسنا وغادي يشحننا مستقبلا من أجل باش نعاودوا نفيقوا ونعطيه إن شاء الله ما غادي يعجب الناس. سيدنا الله ينصرو راه فرحنا اليوم، راه النهار كبير هذا، فاش عطى لينا سيدنا عطانا تكريم ديال الوالد الله يرحمه برحمة الله، سيدنا راه عزيز عندنا الله يطول عمره والله يخلي له ولاده والله ينصره والله يطول عمره. جلالة الملك وشح أيضا الإعلامي المتميز بالقناة الثانية عتيق بن شيقر ومن الرعيل السابق في الرياضة خالد أطالب اللاعب السابق في رياضة كرة المضرب. مرحلة مفصلية بالنسبة للحياة كمواطن مغربي أولا ثم كمحترف لمهنة فيها التواصل وفيها خطاب مع المجتمع المدني، وهذا اعتراف كيعطيني واحد قدرة كبيرة باش نواجه إن شاء الله مستقبل بأشياء جديدة. وعندي اوسي اون بونسي للجيل ديال الثمانينات، اللاعبين بحال صابر ودليمي ومصطفى ديسلام ولي غران جوار اللي كانوا في هذاك، وكان هدي هاد الوسام لجميع الرياضيين. ويبادل الوطن ابناءه حبا بحب، هي رساله تحمل اكثر من دلاله، لعل أبرزها الحرص الكبير لجلالة الملك محمد السادس على تكريم رواد صنعوا جزءا من ذاكرة الوطن وشباب يصنعون حاضر ومستقبل المغرب في كل المجالات.